لطالما كانت هذه الساحات الترابية منبعاً للنجوم والأبطال ومهداً لكرة القدم في السعودية والخليج العربي، للاعبين حملوا شارات القيادة في الأندية والمنتخبات، كتبوا انطلاقتهم الأولى من هنا من مكة المكرمة. هذه الملاعب والأندية للهواة تجاوزت أعمارها النصف قرن. %99 من النجوم اللي ظهروا بالأندية بدايتهم من الملاعب الترابية هذه، من الأندية هذه زي ما ذكرت الأنتر وأندية كثيرة، يعني أنا ما بأذكر عشان لا تصير حصر على نادي معين، بس يعني من إحنا صغار زي نادي سانتوس، نادي السهم، نادي البحر، هذه أندية كبيرة على مستوى الأحياء وأنجبت نجوم كبار على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات، فالحمد والشكر لك الله، ولا زالت إلى الآن يعني مستمرة الحمد لله. حواري مكة طلعت نجوم كبار لجميع أندية المملكة، طلعت المنتخب السعودي منهم ناس من الحارة، من الحواري لكأس العالم، لعبوا بكأس العالم من حواري مكة. حينما تتجول في حواريها وأحيائها تستوقفك شدة المنافسات في هذه الملاعب ومستوى التنظيم، وكأنك تتابع دورياً محلياً لكرة القدم. يعني اللي ما حضر يعني في الملاعب هذه بالذات اللي في مكة يعني ما شاف كورة وما عايش الكورة، يعني كانت تقوم مباريات، كانت تقوم دواري، يعني الناس تيجي من مناطق يجوا يتفرجوا، وفي برضو من مناطق المملكة بيجوا يلعبوا في نفس في مكة عندنا في الدواري الترابية. الملاعب هذه هي اللي يعني سوت كل النجوم هذه، ويمكن المتنفس الوحيد يعني بالنسبة لنا كأهل مكة كرة القدم، يعني حتى لما الأسرة تطلع بالعائلة تيجي تلقى الشباب في الأسرة بياخذوا الكرة يروحوا يلعبوا في الفسحة هذه، فهو المتنفس الوحيد، والحمد لله إنه جاء في صالح أبناء مكة إنهم لعيبة بالفطرة، بصراحة شهادتي فيهم مجروحة. عشاق الساحرة المستديرة وحكاية من الاهتمام ممتدة لعقود. والله حقيقة يعني سر الملاعب الترابية هي من أنجبت النجوم، يعني ومكة حقيقة هي ولادة بالنجوم، ولادة باللاعبين. حقيقة الملاعب الترابية لها نكهة، يعني بتحصل يعني كثير من لاعيبة الأندية، اللعيبة النجوم، يعني مهما وصلوا من مستويات عالية وارتقوا بمستوياتهم إلا أنهم تلاقيهم يعني يعشقوا للعب في الملاعب الترابية. مكة غنية بلعيبة، بمواهب، برجالاتها اللي ماسكين الأندية هذه، اللي ماسكين، اللي بيقوموا على البطولات والفعاليات اللي في مكة. على مستوى العالم جذبت الأنظار بعض المشاهد والصور لطبيعة ملاعب مكة الجغرافية، لعشاق اتخذوا من سفوح الجبال مدرجات لحضور مباريات لكرة القدم. من مكة المكرمة، باسل ممدوح، NBC.